تقيم مكتبة الأطفال العمومية بالتعاون مع تجمع القباني للفنون المسرحية ندوة طبية وقائية من السكر والبدانة عند الأطفال. سيتم تجسيدها بعمل مسرحي بسيط من إخراج وإعداد مجموعة من الأطفال. من خلال هاي الندوة الطبية اللي صارت عم نحاول انه نخلي مجموعة من الأطفال يعني يشاركوا بورشة عمل تدريبية مسرحية، وسيتحول أو ستتحول كل المعلومات التي وردت في الندوة الطبية إلى عرض مسرحي بسيط للأطفال. الأطفال هم الذين سيعدون السيناريو، وهم الذين سيمثلونه، وهم الذين سيخرجونه، لكن طبعا بإشرافنا نحن أكيد. فبالمحصلة سنحصل على عرض مسرحي بسيط يستفيد منه الأطفال المشاركين، وأيضا ستتصدر الفائدة إلى الجمهور من الأطفال أيضا الذين سيحضرون هذا العرض. المحاضرة ممكن تكون نوعا ما ناشفة بالنسبة للأطفال، لكن رح نحيي ونعطي له روح من خلال عمل مسرحي بسيط رح يقدموه الأطفال من خلال ماذا فهموا أو استوعبوا من المحاضرة. رح يتدربوا عليها على مدى 3 أيام، بعدها رح يتقدم العرض للأطفال ولزوار المكتبة وللأهالي بشكل بسيط داخل قاعة مكتبة الأطفال العمومية. الندوة بتركز بشكل أساسي على علاج أو النظام الغذائي. نحن ما رح نحكي عن علاج جراحي، عن علاج دوائي، لا، نتجنب على النظام الغذائي الصحيح اللي لازم يتبعوا الأهل ويراعوا الطفل فيه، وعلى العادات والسلوك والتقاليد اللي هي بتساعد كتير بتنظيم غذاء الطفل والحفاظ على وزنه ونموه الطبيعي. هاي فرصة لحتى نحسس المجتمع ونزيد الوعي شوي عند الأهل وحتى عند الطفل أنه ينتبهوا على تغذيتهم أكثر حتى لا يصابوا بهالنمط 2 اللي عم بتبلش أرقامه تعلى مو بس بسوريا، عالميا كمان. إضافة لذلك خوف الأهل وحرصهم على الطفل ما عم بيخلي يطلع لبرا ويمارس أنشطة فيزيائية يصرف طاقة أو شيء، عم بضل رهين البيت والشيبس والموبايلات والأكل الغير صحي العالي الحريرة. أنا أعرف أعطي طفلي الغذاء المناسب يعني من خلال هلأ أني أسمع هاي الندوة وشوف أراء الأطباء طبعا بشكل صحيح وسليم يعني بعيدا عن أي أخطاء. الندوة كتير مهمة ومفيدة لحتى نهتم بصحة أطفالنا بغذائهم، وخاصة هلأ بهالأيام من الأمراض المنتشرة وال يعني الوباء المنتشر، فأكيد فيها فائدة للأهالي وللأطفال، وهالفائدة نحن بناخدها ومنوزعها لكل شيء بنعرفه. نحن جينا على هاي الندوة مشان نوعي الأطفال اللي مصابين بمرض السكري، بدنا نخففوا من أكل السكريات ويعملوا حميات غذائية. الندوة تهدف لتوعية الأطفال والأهالي إلى أهمية التغذية السليمة وضرر العادات الصحية الخاطئة التي تؤدي إلى البدانة والسمنة.